اهلا بكم. دي شتلة رمان اتعمل فيها كل حاجة، لمنا كل الورق اللي تحت مفيش فايدة فيها، برضو وقع على نفسها كده وتعبانة وما بتتخنش ما بتظبطش نفسها، لكن بتنمو، والنمو الخضرية بتاعتها او القمة النامية بتاعتها لطيفة ومفيش فيها ادنى مشكلة. حتى النموات اللي قبل كده مش باين فيها اي اصابة حشرية، مش باين فيها اي حاجة خالص، ومع ذلك خدت دورة وقاية وخدت تسميد وخدت كل حاجة، وبرضو مفيش فيها اي نوع من انواع الاستجابة لان هي تتخن او ان هي تتظبط. الحل الوحيد ليها ان هي تعدم. لان ده بتبقى البذرة نفسها غير نشطة او الصفات الوراثية بتاعتها بتبقى تعبانة. طيب انا شخصيا ما بحبش اعدم اي حاجة لان دي روح وحرام ان انا اقتلها. انا بحاول معاها مرة واثنين وثلاثة لكن بنشف قلبي وبقوي قلبي عليها. هتعمل ايه في شتلة زي دي؟ بكل بساطة هتبص على الصاج بتاعها وتستنى لك كده حتة حلوين تشوف هي ابتدت تقوس منين، من هنا، وتقوم مقوي قلبك عليها وعامل كده. ايه اللي حصل دلوقتي يا باشا؟ اللي حصل ان حضرتك عملت لها تطويش فجائي او تطويش جائر، يعني اتغشمت عليها وعرفتها ان الله حق. طب دي دلوقتي ايه قصتها؟ قصتها ان حضرتك لما طوشتها بقى المجموع الجذر كبير جدا، والساق لو فضلت بالطريقه دي النبات هيموت، فانت كده هددت النبات ان هو كده هيموت، يضطر ان هو عشان يكمل العمليات الحيويه العضويه بتاعته هيطلع افرع جانبيه، وهيبتدي ان هو لما يطلع افرع جانبيه كتير، لان احنا قطعنا دلوقتي القمه الناميه اللي بيبقى فيها الهرمون اللي بيثبط عمليات النموات الجانبيه، لما قطعناه هيضطر ان هو يشتغل جانبيا، وساعتها احنا بنجبره ان هو يتخن الساق لان ما عندوش مكان تاني يودي فيه الغذاء غير النموات الجانبيه الكتيره والتمدد السريع وفي نفس الوقت تخانه الساق. لو ما عملش كده النبات هيموت، وساعتها ده يبقى اختياره مش اختياري انا، انا عملت اللي عليا وزياده. ابعدوا عن الشمس 3 ايام، عايز تعمل له صوبه اعمل له ما فيش مشاكل، عايز تديله دفع التسميد يكون افضل بكتير جدا. نوع السماد احسن سماد للفترة دي سماد الخميرة، ويتفرج بقى خلال اسبوع على النمو الجديد والمستحدث والمستحسن من هذا السماد اللطيف. بعد 4 ايام ده الشكل بتاعها، ابتدت تطلع فعلا نموات اهي، النمو يمين والنمو شمال، وادي شكل الساق بتاعنا. هيبقى حياتها افضل وهتبتدي تتخن الساق وهتبتدي تدي افرع جانبيه جميله جدا. احنا دلوقتي بقى لنا 3 اسابيع او يمكن شهر. لطيفه اهي وزي الفل. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ايه المعامله اللي المفروض نعملها لها؟ في 3 معاملات، اولهم ان احنا نشيل الاوراق دي كلها كده اهو، ونسيب شويه الاوراق اللي فوق الوش. ده رقم 1. رقم 2، الفرع ده فرع ملوش لازمه دلوقتي، خلاص هنشيله علشان ما كبرش، وبالتالي هو خلاص قال لنا ان انا مش هقدر ادي اكتر من اللي انا اديته. الحاجة التالتة ان احنا هننكش سطح التربة من فوق كده وندلقه. كده. وبعدين نحط شوية كومبوست حلوين. لازم يكون تام التحلل والا هيعمل مشاكل اكتر من انه هيسمد. لازم يكون مخلوط بشويه تربه ونروي رايه محترمه. واتفرج عليها بقى كمان 2 3 اسابيع ولا حتى شهر، هيبتدي بقى ايه الوضع بتاعها ان شاء الله يختلف وتنمو بصوره افضل من كده بكتير. ده كان فيديو بسيط جدا، يا رب يكون الفيديو عجبكم. حطنا لايك في فيديو جديد. شكرا والسلام عليكم.